في إطار معناها سياسة الحكومة الجديدة هو الانفتاح على المستثمر الأجنبي أكثر من أي موضوع آخر، لأن تونس معناها ظروفها الاقتصادية صعبة وهي في حاجة ملحة إلى دعم معناها كل سواء كان أشقان العرب أو غير أشقان العرب، هو كيفية جلب المستثمر من خلال تسهيل الإجراءات، لأن تحدثنا عن الإجراءات وقالها لي باللسان الواحد وأنه عندكم إجراءات ربما معقدة، معناها في أنه المستثمر ينجم ينطلق في إجراء معناها في إنجاز المشروع نتاعو بدون تعقيد. وطمنته قلت له انه معناها في سياستنا الجديده معناها من اجل انجاح المرحله الصعبه هذه هو دورنا معناها باش نسهلوا للمستثمرين معناها نبعدوا العراقيل ونسهلوا لهم المهمه هذه.